سؤال راد اليوم بنكمل في المولكولر ابزوربشن سبكتروسكوبي او يو في فيز ابزوربشن سبكتروسكوبي. تكلمنا في الحصه الماضيه عن انه في عندي ثلاث انواع من انواع الليميتيشنز لبيز لو. تكلمنا في البدايه عن الريال ليميتيشنز وشفنا ثلاث عوامل بتخلي او بتخلينا نقول انه في عندنا ريال ليميتيشنز لبيز لو. اول عامل انه بيرز لو في الاصل is good only for dilute solutions. ثاني حاجه اتكلمنا عنها في الريال ليميتيشنز انه والله الريفراكتيف اندكس از ديبندنت اون ايبسيلون از ديبندنت اون ريفراكتيف اندكس والريفراكتيف اندكس از ديبندنت اون كونسنتريشن وبالتالي ايبسيلون از ديبندنت اون كونسنتريشن. وهذا الكلام بيقولنا انه ايبسيلون تتغير بتغير التركيز اللي هي مش ثابت، لكن قلنا انه هذا العامل يعني مش يعني ذو أهمية كبيرة خالص، لأنه إحنا عادة نشتغل at low concentrations و at low concentrations بالفعل إبسلون نعم يتوقف على التركيز، لكن التركيز لا يتغير أو الريفراكتيف إندكس لا يتغير بتغير التركيز، وبالتالي إبسلون بما أنه يتوقف على الريفراكتيف إندكس فبنقول أنه إبسلون تقريبا ثابت لما يكون عند التركيز قليل، فهذه مش مشكلة. السبب الثالث أو ريال ليميتيشن الثالث تكلمنا عن إنه في أحيان يعني نادرة بعض المركبات لا تطيع بيرز لو، والسبب الرئيسي إنه الإبسيلون تبعها طبعا يتوقف كمان مرة على الريفراكتيف إندكس، وهذا الريفراكتيف إندكس برضو يتوقف على التركيز، لكن الريفراكتيف إندكس يتغير تغير كبير بتغير التركيز حتى at low concentration، لكن هذه المركبات لحسن الحظ انها قليله. بعدين اتكلمنا عن نوع اخر من انواع الديفيشنز او الليميتيشنز لبيرز لو، فتكلمنا عن كيميكال ديفيشنز او ليميتيشنز. كيميكال ديفيشنز او ليميتيشنز تكلمنا عن ثلاث انواع من انواع الكيميكال ديفيشنز. تكلمنا عن ديفيشن بيحصل اذا كان في عندي ديسوشيشن، وتكلمنا عن ديفيشنز كان بيحصل عندي اسوشيشن، والنوع الثالث كان اذا كان في عندي كيميكال رياكشن. ما دام عندي كيميكال رياكشن برضو اختلفت خواص المولكيول من ناحيه الابزوربشن. النوع الثالث من انواع الليميتيشنز لبيرز لو بنتكلم عن انسترومنتال ليميتيشنز، وفي الانسترومنتال ليميتيشنز اتكلمنا عن انه بيرز لو از جود فور مونوكروماتيك لايت اونلي، ولما افترضنا انه عندنا دايكروماتيك لايت يعني بس تو ويفلينج لقينا انه بالفعل بيرز لو بيكون مش صحيح، او الاي لا تساوي ايبسيلون بي سي لانه الايبسيلون برايم لا تساوي ايبسيلون دبل برايم. اليوم بنكمل في نفس المجال انسترومنتال ديفيشنز، يعني كمان سبب اخر للانسترومنتال ديفيشنز حاجه بنقولها استري راديشنز. الاستري راديشنز أشعة ضالة، أشعة إيه؟ ضالة، ستي راديشنز. هذه الأشعة بتوصل الديتكتور بدون ما تمر على العينة، وفي بعض الأحيان كمان بدون ما تمر على الجريتينج. ناشئ عن ممكن سكاترينج في بعض الأحيان، إذا كان في عندي بعض البارتيكلز سكاترينج برضو داخل المونوكروماتور، إذا كان المونوكروماتور مش كتير كويس. بتحصل برضو النتيجة ل يعني إذا كان في عندي ديفكت في المونوكروماتور وحصل إنه والله دخلت أي أشعة غريبة ما مرتش برضو على الجريتينج، فهذا الكلام بيؤدي ل إنه في عندي دائما كمية من الستري راديشن. الستري راديشن طبعا بتأثر سلبا على الابزوربنس فاليو من ناحية إيه؟ من ناحية إنه أنا عندي الـ A بتساوي لوج الـ P0 over B. الآن الـ scattered radiation أو الـ stray radiation in general كويس هي عبارة عن PS. PS هذه بتكون موجودة سواء مع وجود العينة أو مع وجود الـ standard أو الـ blank، فهي موجودة في كل الأحوال. فعشان هيك بنقول الـ absorbance بتساوي لوج الشعاع اللي ساقط P0 زائد PS على الشعاع الترانسميتد بي
لكن برضو كمان حيكون معاه دائما بي اس، لانه هذا ملوش دعوه لا بالمونوكروماتور ولا له دعوه بالعينه، هذا موجود سكاتر راديشن موجود نتيجه خلل ما زي ما شفنا سكاترينج او اشعه يعني لاي سبب ريفليكشنز على السيرفيسز الداخليه للمونوكروماتور. اشعه دخلت المونوكروماتور وقدرت توصل للديتكتور باي شكل من الاشكال نتيجه ارتيفاكتس في تصنيع المونوكروماتور نفسه. فهان بحصل على ايه بتساوي لوب البي زيرو زائد بي اس على بي زائد البي اس. ولو سالنا حالنا سؤال طب ما هي البي اس فوق وايضا البي اس تحت، هل هذا يؤدي الى نتيجه خاطئه؟ بنقول نعم بيؤدي لنتيجه خاطئه بالفعل. ليه؟ لانه البي اس مضافه للطرفين مش مضروبه في الطرفين. لو كانت مضروبه في الطرفين مش مشكله، لكن مضافه للطرفين مشكله. لانه تعالوا ناخذ حاله، ايش بحصل لما الابزوربنس تكون عاليه؟ قال لما الابزوربنس تكون عاليه البي ممكن تكون قليله كثير. ليه؟ لانه الابزوربنس كبيره، فمعنى الكلام قديش الترانسمس البين قليل، يبقى ممكن يوصل لمرحله انه البي اس اكبر كثير من البي، وبالتالي بصير عندنا اي بتساوي لوج البي زيرو زائد البي اس على البي اس. والبي زيرو والبي اس هذه الثوابت اذا حصلنا على قيمه ثابته من الجهاز، وبالتالي هذا بيؤدي لخطا، الجهاز بطل يقرا. بنقول الجهاز بطل يقرا او قراءته دائما ثابته، فبالطبع هذا بيؤدي لخطأ جسيم. يعني اللي بيخلي الخطأ يمكن أكبر كتير من ما الإنسان بيتوقع، إنه في معظم الأحيان السكاترد راديشن الديتكتور بيقرأها كمية كبيرة جدا، كمية كبيرة جدا. ليه؟ لانه السكاتر راديشنز كان ما مرتش على المونوكروماتور، ما مرتش على الجريتنج يعني تحديدا، فمعنى الكلام تحتوي على كل الاطوال الموجيه. كل الاطوال الموجيه هذا شيء خطير. ليه؟ لانه الديتكتور حساس لبعض الاطوال الموجيه اكثر من الاطوال الموجيه الاخرى. فمثلا لو الديتكتور انا بقيس عند على سبيل المثال 200، لكن في عندي سكاتر راديشن، السكاتر راديشن في جزء منها في كل الاطوال الموجيه، فبالتالي الديتكتور في اغلب الاحيان حساس جدا عند القياس عند 550 نانومتر او حوالين 550 نانومتر اغلب الديتكتورز بالذات الفوتو ملتي بلاير تيوب. فانا بشتغل عند 200 عموما السنسيتيفيتي للديتكتور مش كثير عاليه، لكن عند 550 قديش؟ عاليه كثير. يعني حتى لو كان عندي قليل من الستري راديشن اللي هي موجوده اصلا عند 550 وغيرها، ما دام عندي الستري راديشن معناته ايه؟ الديتكتور حيقيسها وكانها كميه ضخمه. علشان هيك في الحقيقه الاجهزه مهم جدا انه في السبيسيفيكيشنز او المواصفات تبعتها نطلع على قديش الستري راديشن المصاحب للجهاز عن طول موجه معين. فتعالوا نطلعها. والله البرسنتج للبي اس من البي زيرو، والله اذا كان صفر لاحظوا انه الخط ايش ماله؟ لينير. الكاليبريشن بلوت لينير. اذا كان 2% بدا ايه؟ ينحني شوي، بدا ينحني عند تركيزات معينه، يعني مثلا 7.5 10 اس سالب 3 مولر. لكن لما تصير 1% لاحظوا بدا الانحناء من وين؟ من المنطقه اقرب 5%. بطل، يعني صارت بس هذه المنطقه بس اللي صالحه، لكن بقيه الكيرف مش صالح. فكل ما زالت البيرسنتج للستري راديشن معناته انا عديت في مشاكل انا في غنى عنها، الجهاز بطل يشتغل بكفاءه، الكاليبريشن بلوت تبعي مش راضي يصير لينير على مدى واسع من الكونسنتريشنز، يعني اللينير دايناميك ريج عندي انخفض بشكل كبير خالص، الجهاز كفاءته قلت بشكل كبير كثير. يبقى في عندي نوعين من انواع الانسترومنتال ليميتيشنز. في عندي انسترومنتال ليميتيشن انه والله بيز لو از جود فور مونوكروماتيك راديشن اونلي، وايضا وفي عندي الستري راديشن وبتاثر تاثير عجيب على البرفورمانس للجهاز. خلينا نطلع الآن على موضوع كتير كتير كويس. إحنا لما نيجي نقيس أبزوربنس، والله في معنى الأجهزة بتعطينا إمكانية إنه ناخد الريزلت مثلا من 0 ل 4 أبزوربنس
units من 0 ل 4 تقريبا. فايش افضل منطقه ممكن نقيس فيها؟ ايش افضل منطقه؟ يعني جيت بدي اقيس الابزوربنس لماده اسكانها مخففه بتعطيني والله شيء بسيط قريب من الصفر، الابزوربنس قريب من مخففه كثير، بينما لما تكون مركزه تعطيني الابزوربنس توصل لاربعه او لاجهزه حسب لخمسه حسب الجهاز قديش يعني قدرته على انه والله يعمل مانيبيوليشن للسيجنال، فممكن احسن اجهزه بتعطيني لاربعه لخمسه اكثر مش مشكله عندك كويس. فايش احسن منطقه ممكن اقيس فيها؟ هل تعالوا نطلع على حاجه بنقولها instrumental noise as a function of transmittance، ممكن نعملها as a function of absorbance اذا كان حبينا، بس احنا مشتقين العلاقه للترانسميتنس. بنقول من ناحيه احصائيه الانسرتينتي في التركيز الاس سي، الانسرتينتي اس يعني انسرتينتي ستاندرد ديفيشن، خلينا نقول ستاندرد ديفيشن او انسرتينتي في التركيز سكوير بتساوي الدي سي على الدي تي، تغير في التركيز على التغير في الترانسميتنس لانه انا معرف از ا فانكشن اوف ترانسميتنس. اس تي اللي هي الانسرتينتي في الترانسميتنس تربيع تمام. احنا بنعرف انه الاي بتساوي ماينس لوج تي بتساوي ابسلون بي سي. لو بدي احول انا لو بدي احول الماينس لوج للين بتصير ماينس 0.434 لين تي، يعني بدي اقسمها على 2.303 بتصير 0.434. اذا السي راح تساوي 1 على الابسلون بي 0.434 لين تي، من هان هيها ابسلون بي سي بتساوي هذه القيمه، فبقول والله اذا السي بتساوي هيك. تعالوا نعمل ديريفيشن للدي سي اوفر دي تي، يعني دي تي هذه التي يا جماعه كبيره مش صغيره، التي هذه كبيره لانها ترانسميتنس، دي سي اوفر دي بتساوي ماينس 0.434 على ابسلون بي زي ما هي لان التي 1 على تي الديريفيشن تبعها ماشي، التفاضل تبعها 1 على تي. اذا انا بقدر اقول هذه علاقه، لاحظوا هاي الدي سي على الدي تي هيها بدي اعوض عنها هذه القيمه هان، فبقول اس سي سكوير بتساوي ماينس 0.434 على ابسلون بي تي، هذه سكوير بحطها سكوير اس تي سكوير. طيب الان لو اخذنا او قسمنا المعادله 2 على المعادله 1، المعادله 2 هيها والمعادله 1 هيها، فبدي اجيب التشينج او يعني الانسرتينتي في التركيز على التركيز، ايش بيطلع معايا؟ بيطلع معايا الانسرتينتي في التركيز على التركيز بيساوي الانسرتينتي في الترانسميتنس على التي لين تي، على التي لين تي. هذا يعني فيري سمبل ديريفيشن، ديريفيشن بسيط كثير، وصلنا لهذه العلاقه. بتقول الانسرتينتي في التركيز على التركيز بتساوي الانسرتينتي في الترانسميتنس على التي لين تي. الان تعالوا نعمل بلوت، نقسم الانسرتينتي في التركيز على التركيز على الاس تي، وخلينا ناخذ الاس تي ثابت على فرض انه الانسرتينتي في الترانسميتنس ثابت، ونعمل علاقه ما بين الاس سي على السي على الاس تي مع التي لين تي. بنلاحظ انه على فرض من عندنا، على فرض من عندنا انه التي كانت 0.95، التي كانت 0.95، الاس سي على السي على الاس تي، واحنا قلنا انه بدنا ناخذ الاس تي ثابت، حتساوي 20.5%. طيب كل ما قلت الترانسميتنس 0.8 مثلا 5.6%، 0.7 4%، 0.6 3%، 0.5 3%، 0.4 2.7، 0.3 2.8 ممكن نجادل فيها، عاودت زادت 0.2 3.1، 0.1 4.3، 0.05 6.7. لو اجينا رسمنا هذه القيم كويس، رسمنا يعني رسمنا مثلا قيمة الابزوربنس، لأن احنا بنشتغل في الابزوربنس، ممكن نرسم الترانسميتنس فيش عندنا مشكلة، لكن رسمنا قيمة الابزوربنس مع العمود اللي جنبه، ايش بنحصل؟ بنلاحظ انه هي الانسرتينتي ان كونسنتريشن اللي هي الاس سي على السي كويس على الاس تي، والاس تي قلنا انها اعتبرناها كونستانت،
بنلاحظ انه الانسرتينتي عمال بتقل 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 كل ما ايه كل ما الابزوربنس زادت. لما تزيد الابزوربنس هي عندنا او خلينا نقراها بشكل اخر, بنقول لما تقل الابزوربنس بشكل كبير ايش بحصل للانسرتينتي؟ بتزيد بشكل كبير. طيب لما الابزوربنس تبدا تزيد بشكل واضح ايش بحصل للانسرتينتي؟ برضه بتبدا تزيد الانسرتينتي. لكن في هذه المنطقه تقريبا هذه المنطقه مثلا خلينا نقول من هان لهان على سبيل المثال, هذه منطقه الانسرتينتي في الترانسميترز او في التركيز عندي اقل ما يمكن اقل ما يمكن. هذه المنطقه الانسرتينتي, هاي الانسرتينتي في التركيز, هذا هي هاي قيمه الانسرتينتي في التركيز اقل ما يمكن. وقتش بتكون اقل ما يمكن؟ قال في هذه المنطقه. طب لو كانت الابزوربنس اقل ايش بحصل الانسرتينتي؟ بتزيد. ايش طب لو كانت الابزوربنس اكثر ايش بحصل الانسرتينتي؟ بتزيد ايضا. يبقى الانسرتينتي بتزيد على الجانبين وبتقل في لكن بتكون قليله فقط في منطقه معينه من الابزوربنس فاليوز. هذه المنطقه تقريبا من 0.2 ل 0.7 0.2 ل 0.7 او ل 0.8. معنى الكلام لما الابزوربنس تكون تقريبا من 0.2 ل 0.7 او 0.8 الانسرتينتي في التركيز ايش بتكون؟ اقل ما يمكن. هل انا بدي انسرتينتي في التركيز قليله ولا بدي تكون قليله؟ طبعا بدي تكون قليله. اذا بدك تطلعي انسرتينتي في التركيز قليله معناته يجب عليك انه الابزوربنس تبعتك للمحلول اللي عندك تكون ما بين 0.2 0.8, لانه لو كانت اقل من 0.2 الانسرتينتي ايش بيجرى لها؟ بتزيد كثير, بالذات لو كانت قريبه جدا من الصفر, يعني مثلا 0.01 ولا 0.005 ايش الانسرتينتي في التركيز حتكون؟ عاليه للغايه. ولو كانت اكثر من 2 حتزيد بشكل مش معقول. معناته لما الجهاز يجي يقول لي والله هذا الابزوربنس تبعه مثلا 2 هي 2 قديش عندي انسرتينتي في التركيز؟ عاليه كثير. طب لو قال لي 3 حتيجي هان قد عاليه 3 لا حتيجي وين؟ حتيجي هان في اخر الدنيا عالي. طب لو يقول لي 4 ملهاش معنى لانه عندي انسرتينتي في التركيز ايش مالها؟ عاليه كثير. وقديش الانسرتينتي في التركيز بتكون اقل ما يمكن؟ قال لما تكون الابزوربنس اللي عندي من 0.2 ل 0.8 0.7 تقريبا. علشان هيك لو لقيت المحلول اللي عندك بيعطيك ابزوربنس فاليو قريبه جدا من الصفر, لا اشتغلي على ايه محلول مركز اكثر. ولو لقيتي المحلول اللي عندك بيعطيك ابزوربنس مثلا 2 ولا 1.5 ولا 3 ولا مش عارف ايه, لا خففي لانه شغلك حيكون فيه خطا جسيم. تمام يا بنات؟ اذا هذا موضوع لازم ننتبه له بالذات واحنا بنشتغل في الـ UV Vis Absorption Spectroscopy. عشان هيك بنفضل تكون قراءاتنا فيما يتعلق بالأبزوربنس ما بين الـ 0.2 والـ 0.7 أو 0.8, يعني أقل من 1 أكيد, علشان نحافظ على الأنسرتينتي في التركيز أقل ما يمكن. طيب نتطلع على الـ Bandwidth. نطلع على الباندويث. احنا عموما في اليو في فيز زي كل الاجهزه الطيفيه في عندنا مونوكروماتورز. المونوكروماتور له تو سليتس. السليت لها ايه؟ سليت ويدث. وبيعدي من هذه السليت ويدث باندويث. السليت ويدث بنقيسها بالمليمتر. الباندويث رينج هذا عباره عن نانومترز. ايش هي الباند ويدث اللي بتملي السليت ويدث اللي عندي؟ ايش هي الباند ويدث اللي بتملي السليت ويدث اللي عندي؟ فتعالوا نطلع على السبيكترا اللي قدام. هذا بنزين فيبر. بنزين فيبر كويس. بنزين فيبر لو كانت الباند ويدث 10 نانومتر, لو اطلعنا بنلاحظ انه فيش عندي اي فيتشرز. فيش عندي اي ايه؟ اي فيتشرز. بمعنى انه والله الكيرف يعني خطي تماما. فيش اي دلالات على طبيعه المركب. فيش اي دلالات. فيش عندي اي فيتشرز. تمام. طيب ايش بحصل لو قللنا
الباندويث قال لأربعة نانومتر إيش بدأ يحصل عندي؟ بدأ يحصل عندي فيتشرز إنه والله في مثلا امتصاص عن هذا طول الموجي، في امتصاص عن هذا طول الموجي، في امتصاص عن هذا طول الموجي. هذا كاركترستيك للبنزين فيبر، هذا كاركترستيك للبنزين فيبر. طب لو إجينا قللناها أكثر مثلا 1.6 نانومتر إيش اللي بيحصل؟ صار الفيتشرز تبعتي إيش مالها؟ ممتازة للغاية، صارت فيتشرز واضحة بشكل كبير جدا، مور فيتشرز، وكمان الفيتشرز اللي عندي إيش مالها؟ واضحة بشكل كبير. في عندنا أطوال موجية معينة كاركترستيك للبنزين فيبر. فبالتالي بنقول إنه إذا كان أنا بالذات بدي أشتغل كواليتاتيف أناليسيس لابد من ما إني أضبط الباندويث اللي عندي. طب كيف بضبطها؟ من السليت ويد، من السليت ويد بضبطها، من السليت ويد وش بدي أسوي؟ لازم اطلع على السليت، لانه كيف انا عندي سليت ويدث معينه بتمليها باند معينه، بدي اقلل الباند بدي اقلل السليت ويدث، فالباند بتقل كويس. فبدنا نتحكم فيها بشكل افضل. هذا كلام بيحصل اذا كان احنا بالذات بدنا نشتغل كواليتاتيف اناليسيس. ليه؟ لانه بيهمني في الكواليتاتيف اناليسيس ايش في عندي فيتشرز تدل على المركب، ايش عندي فيتشرز تدل على المركب. تعالوا نطلع هنا، انا عندي باند ويدث 3.4 نانومتر، السليت ويدث 1 نانومتر، 1 مليمتر عفوا، السليت ويدث 1 مليمتر كويس. بقول هاي البيكسل اللي قدامي، تعالوا تطلعوا، في عندي حاجتين نطلع عليها، في عندي اللي هي قديش البيك نارو وقديش الهايت تبعها، وقديش الهايت تبعها، قديش ارتفاعها وقديش عرضها، او يعني قديش هي رفيعه، قديش هي رفيعه. فنطلع مثلا البيك اللي هاد 53.1 بالعشرة، البيك اللي هاد 22.2 من عشرة، البيك اللي هاد 15.9 من عشرة. هذا لما كانت الباند ويد 3.4 من عشرة، لما كانت السليت ويد 1 مليمتر. تعالوا ناخذ سليت ويد نص مليمتر، الباند ويد على طول بتنضرب في 2 في نص، يعني لان هذا ضربناه في نص 1.7 من عشرة مليمتر. اذا ايش حصل للباند ويد؟ قلت. طب ايش بيحصل للبيك هايت؟ تعالوا قارنوا، 53 صارت 63، 22 صارت 23، 16 صارت 22. اذا زادت، زادت، يبقى البيك هايت زادت. نيجي نطلع هان، لو اخذنا باند ويدث 0.34، سليت ويدث 1 معين، قسمنا السليت ويدث على 10، الباند ويدث تنقسم على 10. البيك الاولى كانت 53، هان صارت 67، البيك الثانيه 22 صارت 27، البيك الثالثه 16 صارت 27. اذا انا عندي عمال السيجنال بتزيد، السيجنال قيمه، السيجنال قيمه الابزوربنس، انا عندي ابزوربنس، قيمه الابزوربنس عمال بتزيد لما انا اقلل الباند ويد، وبالتالي طبعا السليت ويد بتكون قليله. المهم لما اقلل الباند ويد ايش عمال بيحصل؟ السيجنال عندي بتزيد، يبقى هذا برضه بيؤدي لايه؟ لمور سنسيتيف ديترمينيشنز، مور سنسيتيف ديترمينيشنز. الان السؤال، الان السؤال، انا بالطبع بدي مور سنسيتيف ديترمينيشنز، بدي تركيز معين، اللي هو التركيز هذا يعطيني اعلى ابزوربنس، بدل ما يعطيني 0.65 يعطيني مثلا 0.8، احسن كثير. ليه؟ لانه بقدر اشتغل ات لوور كونسنتريشنز. طيب ايش رايكم نقلل كمان اقل من هيك؟ ايش بيحصل؟ حيزيد. طب اقلل كمان اقل من هيك، طب لما نسكرها خالص؟ اذا انه نقعد نقلل نقلل، هذا الكلام يعني مش برضه مش صح 100%. تعالوا نشوف كرايتيريا او معيار، ايش اللي بدنا نسوي احنا؟ تعالوا نشوف معيار كيف بدنا نضبط السليت ويد او الباند ويد، كيف بدنا نضبط السليت ويد او الباند ويد بحيث انه احصل على ماكسيمم سيجنال، ويعني اعلى سيجنال ممكنه، بحيث انه اشتغل كوانتيتيف اناليسيس بشكل ممتاز، واشتغل برضه كواليتيف اناليسيس بشكل ممتاز.
قال ببدأ بسلت ويدث واسعة وببدأ أضيق السلت. ضيقناها إيش بحصل للسيجنال؟ بدأت تزيد. طب ضيقناها أكثر إيش حصل للسيجنال؟ بدأ يزيد. ضيقناها أكثر إيش حصل للسيجنال؟ هتزيد. ضيقناها أكثر إيش حصل للسيجنال؟ ثابتة. ضيقناها أكثر ثابتة. ضيقناها أكثر بدأت تظهر بيكس جديدة. لما ضيقناها أكثر كثير بدأت إيش تظهر بيكس جديدة. معنى بيكس جديدة في الحقيقة البيكس الجديدة هذه ما هيش بيكس حقيقية. البيكس الجديدة هذه ما هيش بيكس حقيقية. هاي إيش؟ قال هذه عبارة عن فولس بيكس. فولس بيكس ليه؟ لأنه الجهاز بدأ يعني يصير معه هيستيريسيس هيستيريا. بدأ يخرف. كويس بدأ يخرف. ليه؟ لأنه كمية الشعاع اللي داخله كمية كتير قليلة. وبالتالي الجهاز يبدأ إيه؟ بحصل له هيستيريسيس. تبدأ تظهر عندنا بيكس ملهاش وجود أصلاً. طيب كمان مرة إحنا كيف بدنا نضبط السليت ويد؟ قال بنبدأ بسليت ويد واسعة ونبدأ نقلل السليت. بتزيد السيجنال نقلل السليت بتزيد نقلل السليت بتزيد نقلل السليت ثبتت نقلل السليت ثبتت بنرجع لأول ثبات بنرجع لأوسع سليت بتعطيني ماكسيمم سيجنال بنرجع لأوسع سليت بتعطيني ماكسيمم سيجنال. هذا كلام نعمله من ناحية عملية إذا كان الجهاز تبعنا بيسمح لي أعمل اوبتمايزيشن للسليت ويد يعني إذا كان في فاريبل سليت ويد كابابيليتي يعني السليت ويد تبعته ممكن إني أتحكم في الويد تبعها لأنه معظم أو كثير من الأجهزة بتسمح ليش إني أتحكم بالسليت ويد. خلاص هالسليت اللي عندنا لا بتفتح ولا بتسكر ثابتة فيكس سليت. فهذا النوع من الأجهزة بنفعش أتعامل معه يعني بإنه والله أوسع أو ديك ما بصير ما بينفع. لكن إذا كان بينفع قلنا بنبدأ بسلت واسعة قبل ما أشتغل شغلي ببدأ بسلت واسعة وبشوف بحاول أضيق شوية شوية وبطلع على السيجنال. السيجنال بتزيد 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 ثبتت 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 برجع لأول ثبات أعطاني إيه أعلى سيجنال. في هذه الحالة بتكون هذه أوسع سلت ويد بتعطيني ماكسيمال سيجنال. ماشي يا جماعة؟ طيب سؤال كتير يعني مهم. أنا بقول في بعض الأحيان بيكون في عندي scattered radiation بيكون في عندي scattered radiation scattered radiation طبعا يعني ممكن يكون في إلها أكثر من source لكن هل هي موجودة ولا لا؟ نقول هي موجودة. طيب الجهاز نفسه فيه له wavelength extremes في له wavelength extremes. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لما انا اجي اشتري جهاز مصنع الجهاز بيقول لي هذا الجهاز بيشتغل من 340 الى 780 نانومتر. اذا هذا 340 و 780 ايش بسميهم؟ wavelength extremes. wavelength extremes يعني لو اجيت بدي اشتغل عين عند 200 بنفعش لانه الجهاز بيشتغلش عند 200 الجهاز بيشتغل ابتداء من 340. لو جيت نشتغل عينة مثلا عند 1000 بينفعش لانه والله الجهاز اقصى حد له 780. بنسمي ال 340 وال 780 ايه؟ ويف لينكت اكستريمز اطراف يعني الجهاز او الحد الاقصى والادنى للشغل الجهاز. طيب بنقول طب ليش مثلا ما قاليش بيشتغل من 330 ولا بيشتغل لغاية 790 أو 800 زود له شوية. قال لأنه الأنسرتينتي بتزيد بشكل كبير عند الأطراف. الأنسرتينتي إيه؟ بتزيد بشكل كبير عند الأطراف. فيما يتعلق بتأثير السكاترد راديشن على القياس عند الأطراف بنقول السكاترد راديشن غالبا ممكن تحتوي على بعض الأطوال الموجية اللي الجهاز خليني اقول يعني مش كتير حساس كتير إلها وفي نفس الوقت السيجنال اللي جايه من السورس او قدره الديتكتور على القياس بتكون يعني قليله للسيجنال تبعتي قليله للسيجنال تبعتي. لو حبينا انه نطلع في البدايه ايش اللي بيحدد الويف لينث اكستريمز للجهاز
حنيجي نفصل في كيف بتأثر. بس في الأول تعالوا نفهم إيش اللي بيحدد إيش اللي بيعني بيحدد إيش هي الويفلينث إكستريمز. قال يعني من أهم الأشياء ثلاث حاجات. أول حاجة السورس. والله مثلا لو بدي استخدم فيزيبل قال بيشتغل من 340 ل 2500. إذا الحد الأدنى 340 بدي أشتغل عن 300 بلاقيش. طب 2500 هل بتحدد الجهاز بقول الجهاز بيشتغل 2500؟ قال لا، الديتكتور كمان له دخل في الموضوع. الديتكتور مثلا بيشتغل من 200 ل 1000. إذا الحد الأعلى للديتكتور إيه؟ 1000. الحد الأدنى للسورس كان إيه؟ 340. أنا في عندي 340 و200، باخد 340 لأنه تحت 340 فيش عندي سورس. طيب السورس بعطينا 2500 لكن الديتكتور بس بيقيس ل 1000. إذا 340 ل 1000 هذا هو الإيه؟ هذا هي الويف لينكت اكستريمز تبعتي. بقدرش اشتغل تحت 340 لانه فيش عندي سورس، فيش عندي بيمز. بقدرش اشتغل من 1000 لانه الديتكتور بيقيسش، الديتكتور ما بيقيس. برضو كمان حاجه مهمه كتير بتاثر على الويف لينكت اكستريمز هي الاوبتيكال كومبوننتس. يعني مثلا اذا السورس عندي مثلا زينون لام بيعطيني من 200 ل 1000، بقول حلو اذا بشتغل 200 ل 1. الديتكتور من 200 ل 1000 حلو، لكن لو استخدمت انا مثلا جلاس بريزم، اذا جلاس معناته بدي اشتغل ب 340. هذا حدد لي. او استخدمت لينزز من الزجاج تمتص كل اليو في، اذا مش حقدر اشتغل في اليو في. اذا الويف لينكس تبعتي حتبدا من 340 مع اني مستخدم سورس وديتكتور حلوين ويمكن ان يستخدموا من 200 ل 1000، لكن حلاحظ انه لا، الويف لينكس اكستريمز الجهاز تبعتي 340 ل 1000. هنا البريزم هو اللي حدد او اللينزز هي اللي حددت، هي اللي حددت ايش الويف لينكس اكستريم تبعتي. ماشي يا جماعه؟ يبقى في عندي حاجات بتحدد لي او بتفرض على مصنعي الاجهزه انه يقول لك والله هذا الجهاز بيشتغل من مثلا 340 ل 1000 مثلا. طيب لما نيجي يقول لي بيشتغل من 340 ل 1000، ليش ما قال ليش السؤال؟ ليش ما قال ليش من 330 مثلا و 320؟ قال يعني هو 340 اقل خلينا نقول ويف ليكس ممكن انه نشتغل عندها. ليش هذا الكلام؟ الاوتبوت للسورس مش ثابت. الاوتبوت للسورس بيعطيني حاجه ممكن نقول زي هيك، هاي السيجنال او الاوتبوت مع اللامدا بحصل على مثلا اشي زي هيك. عند 340 مثلا هان عند مثلا 1000 ولا 550 مثلا او 700 مثلا يعني. لكن عند 340 قديش كانت السيجنال تبعتي؟ تقريبا لا تكاد تذكر، قليله جدا. بدي اقول اقل منها كميه الشعاع اللي جايه من السورس قليله كثير. الانسرتينتي اللي فيها عاليه خالص، بيقدرش يحسب البي زيرو صح. اي وهان لما نقول هذا الكلام كميه الشعاع اللي جايه كميه قليله ولسه بده يمتص جزء منها، الماده بدها تمتص ايه؟ جزء منها. طب تعال نتصور انه في عندنا سكاترد راديشن هان كمان. السكاترد راديشن ممكن يكون كميتها، لان هي سكاترد راديشن كميتها اكبر كثير من كميه البي زيرو والبي تبعتي عند الاطراف. هذه حاجه. اذا كان في عندي سكاترد راديشن عند الاطراف تاثيرها بيكون كبير 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 كثير. ليه؟ لانه شدتها حتكون في بعض الاحيان اعلى كثير ممكن من البي زيرو والبي. ليه؟ لانه كميه البي زيرو او البي عند الاطراف بتكون كميه قليله جدا، لانه الاوتبوت من السورس بيكون قليل كثير. بينما لو جينا مثلا سكان راديشن سكان بقيس في هذه المنطقه، السورس بيعطيني كميه هائله. لما تكون السكان راديشن كميه قليله مش مشكله في النص هان، كويس. لما يكون عندي الانتنسيتي عاليه جدا من السورس معناته لما يكون في عندي شويه سكان راديشن متحمله مش مشكله. لكن عند الاطراف هان مثلا اقول والله في عندي سكاتر راديشن هان. طب ما هي اصلا كميه الشعاع اللي جايه من السورس لا تكاد تذكر.
لما نحط عليها كمية من السكاتر راديشن اللي أصلا يعني ممكن تكون كبيرة جدا بالنسبة لكمية الشعاع اللي جاية من السورس، معناته صار في عندي خطأ كبير. عشان هيك عندي الأطراف يعني في عندي خطر شديد جدا، عندي الأطراف في عندي خطر شديد جدا، في عندي uncertainty كبيرة خالص. من وين جاية uncertainty؟ قال إلها عدة مصادر، ممكن source limitations زي ما قلنا، ممكن detector limitations. الديتكتور بقيس من 200 لألف، بعد الألف بدها detector من نوع آخر اللي يقدر يقيسها، بدها detector من نوع آخر، لأنه الديتكتور لما يقيس لألف معناته بقيس انرجي عالية، بعد الألف إيش الانرجي بتكون؟ قليلة، لأنه الانرجي تتناسب عكسيا مع طول الموجة، فبدها ديتكتور حساس أكثر منه. معنى كلام سكاتر راديشن، لو عندي شوية سكاتر راديشن عند ألف معناته هذه معضلة، معضلة فظيعة جدا، لأنه الديتكتور بقيسش بشكل حساس عند الألف، لكن السكاتر راديشن ممكن يكون بعضها عند 500، عند 600، عند 700. طب هذه الأطوال الموجية الديتكتور حساس جدا لقياسها، أو لو قلنا مش سكاتر، لو قلنا كمان ستري راديشن بالمرة، يعني الستري راديشن بتأثر تأثير فظيع جدا عند الأطراف، بتأثر تأثير فظيع. ليه؟ لأنه الديتكتور حساس كتير إلها، بينما عند الأطراف مش حساس. السورس بعطيني كمية وافرة من الأطوال الموجية في الوسط، لكن عند الأطراف بيعطينيش. طب الستري راديشن مثلا بتكون موجودة عند الأطراف وعند في الوسط كل الأطوال الموجية، إذا حلاحظ إنه أخطاء كبيرة جدا ممكن أحصل عليها عند الأطراف. الحاجة الثالثة كمان السامبل سيل ليميتيشنز، يعني إذا كان أنا والله السورس بيعطيني كمية قليلة من لو كان السورس فيزيبل راديانت باور قليلة عند 340، ليه؟ قال لأنه هو فيزيبل. طب تعالوا نستخدم أيضا سيل من الزجاج، طب هو الزجاج منفذ للضوء بنفس الصورة، نفس الكلام، الزجاج حلاحظ انه والله النفاذية تبعته او الترانسبرانسي تبعته للضوء بتكون ممتازة، لكن مش عند الاطراف. عند الاطراف السورس بعطيني كمية قليلة، وايضا الترانسبرانسي للزجاج قليل، فايش اللي راح يطلع منه؟ يعني الزجاج حيمتص كمية كبيرة من الشعاع عند 340 وهو اصلا قليل، يبقى معنى الكلام في خطأ جسيم جدا عمل بحصل معانا. طبعا السكاتر راديشن زي ما قلنا هذا سبب مهم، لانها بتطلع او الستري راديشن ان جنرال بتطلع الاطوال الموجيه، الجهاز حساس جدا بالنسبه لها، بينما كميه الاشعه اللي صادره من السورس واللي طالعه من الخليه كميه قليله جدا، او قدره الديتكتور على القياس لا تكاد تذكر عند الاطراف، وبالتالي هذا بيؤدي لخطأ جسيم. المحصلة جهازنا بيشتغل من 340 ل 1000، وأنا عندي تحليل ممكن أعمله عند 340 ممكن أعمله عند 600، بعمله عند 600 ممنوع تعمله عند 340. 340 أو الأطراف بلجأ إلهاش إلا يعني إذا كان ما وجدتش أي طريقة أخرى، ساعتها بلجأ للشغل عند الأطراف، لكن يجب تجنب العمل عند الأطراف. لما مصنع الجهاز يقول له من 340 مثلاً لألف، مفروض أنه نحاول من 400 مثلاً لـ800، هذا رينج ممكن يكون والله إيه يعني أقرب للصحة، الأنسرتينتي بتكونش كبيرة جداً فيه. لكن إن نبعد عند الأطراف نقول آه هو الجهاز بيشتغل من 340 لألف، إذن ممكن أشتغل عن 340 أو ألف، معنى الكلام إحنا صار في عنا uncertainty كبيرة جدا. لو جينا اطلعنا على الشكل اللي قدامي، خلينا نطلع، احنا في عنا محلول سيريوم 4 في جلاس كيوبيت او في كوارتز كيوبيت، يعني حاطينه في سامبل سيل من الكوارتز او من الزجاج. لاحظوا عند حوالي 300 وخمسة وستين، لاحظوا ايش بحصل عندي؟
بعض الناس يقول والله هذه بيك. لا مش بيك. هان يعني هذا هو تأثير الشغل عند الأطراف. تأثير الشغل عند الأطراف. لاحظنا إنه كمية الشعاع اللي جاية من السورس قليلة جدا لأنه إيه فيزيبل من 340 وفوق. فكمية الشعاع اللي جاية من السورس إيش ما لا فيزيبل. الزجاج يمتص كمان. إذا كمية الشعاع الواصلة الديتكتور قليلة جدا. ومع السيريوم 4 كمان حيمتص. إذا كمية الشعاع اللي واصلة الديتكتور إيش حتكون؟ لا تكاد تذكر. عشان هيك هذه البيك بنقولها فولس بيك. ليه؟ لأنه لو اشتغل نفس المحلول باستخدام كوارتز كيوفيت هنلاحظ إنه هي عندي بيشتغل تحت ال 350 أو 360 وبيكون عندي الشكل اللي قدامي فيش عندي أي بيكس. معنى الكلام مهم جدا إنه أبتعد عن الشغل عند الأطراف وإلا راح أواجه مشكلة. أحد هذه المشكلات ممكن تكون ظهور فولس بيكس واحنا بنقول والله طلع عندنا بيكس جديده مبسوطين كثير انه المركب يعني اعطاني بيكس قدرت اكتشف له بيكس جديده لكن البيكس هي عباره عن ايه عن فولس بيكس. طيب خلينا نتطلع على الانسترومنتيشن. بنقول في الاس هو عباره عن ابزوربشن انسترومنت في الابزوربشن انسترومنت في عندنا طبيعي لايت سورس في عندنا لامدا سيليكتور في عندنا سامبل كونتينر في عندنا ديتكتور هذه يعني الاجزاء الاساسيه في عندنا سيجنال بروسيسور اكيد فهذه تركيبه الجهاز او مكونات الجهاز عموما اي ابزوربشن انسترومنت هذه مكوناته فلو طلعنا على اللايت سورسز بنقول انا بشتغل يو في وفيزيبل في اليو في بنستخدم حاجه بنقولها ديتو لام او ديوتيريوم لام تشتغل من 160 لحوالي 375 التنجستون لام تشتغل من 350 او 340 لحوالي 2500 نانومتر. تعالوا نتطلع على السورسز بشكل يعني عام. بنقول والله الديوتيريوم او الهيدروجين لامس بس الديوتيريوم هي المشهورة أكثر. معظم المصنعين بيشتغلوا ديوتيريوم. عندي ديوتيريوم نعمل ديستشارج تو إلكتروز بدخل بينهم أو بيمر بينهم تيار في فرق جهد بيمر تيار بينهم. فالدي تو بحصلها إكسايتيشن لما تتكسر لذرتين ديوتيريوم تعطيني إتش نيو. هذه الإتش نيو من 160 ل 375 نانومتر. هذا هو الاوتبوت. طبعا هذا يعني السكيل ممكن يكون لوغاريتميك لو اخذنا هذه ثلاثة هذه اثنين هذه واحد بس لاحظوا انه الاوتبوت عند حوالي 200 وشوية اعلى ما يمكن 225 تقريبا نانومتر اعلى ما يمكن لكن الاوتبوت بتنزل بشكل كبير عند مثلا توصل 400 او اقل من 400 او اكثر من 400 ممكن نقول طب هي بتعطينا عند 400 لو طلعته هان كويس هان هذه يعني حوالي 1% من هان يعني لانه هذا لوغاريتميك سكيل تقريبا يعني فهان هذه كميه ايش لا تكاد تذكر تقريبا من الصفر هذا جزء من 1000 لهان بنقرب على الجزء من 1000 10 أس سالب 3 جزء من 1000 فكميتها كمية تعتبر قليلة للغاية. عشان هيك احنا بنقول لا نفضل استخدام الديوتيريوم تيوب لأكثر من حوالي 340-350 نانومتر. النوع الآخر بيشتغل في الفيزيبل هذا عبارة عن تنجستون لام. تنجستون لام زي ما احنا عارفين في عندنا فيلمنت من التنجستون موجودة في انتفاخ من الزجاج عادة. طبعا الديوتيريوم لازم تكون كوارتس الانتفاخ تبعها كويس التشامبر بده يكون من الكوارتس بينما هي من الزجاج بتعطيني من زي ما شفنا من 350 لحوالي 2500 نانومتر التيار لما يمر في الفيلمنت يعني تيار بخلي الفيلمنت تتوهج وهذا عبارة عن بلاك بادي راديشن سورس لأنه عندنا الفيلمنت هي عبارة عن بلاك بادي بتسخن
فبتعطينا لما تتوهج بتعطينا emission. الemission هذا هو عبارة عن emission في الفيزبل. لكن بدي أنكم تطلعوا هان. إحنا بنقول بتعطيني من 350 لإيه؟ ل 2500. لكن تطلعوا عند 500 مش 350 قديش؟ قديش الأوتبوت تبعها؟ طبعا عند 350 يعني في هذه المنطقة تقريبا قديش الأوتبوت تبعها؟ تقريبا قريب من الصفر. عشان هيك إذا كان اشتغلنا عند الأطراف فإحنا بنظلم الجهاز وبنظلم شغلنا. لازم نحاول نبعد عن الأطراف لأنه طلعوا الأوتبوت أوتبوت قليلة جدا. للأسف هذا النوع من اللمبات اللي هي زي النواسة عندنا في البيت يعني بعيش كتير يعني في يوم أشهر قليلة وبعدين بينحرق. فبنضطر والله اللي بدهم نغير اللمبة مشكلة عويصة. ليه؟ لأنه بدها فني اللي يغيرها عادة يعني في الدول المختلفة بعوزه فني إنه يغيرها. فإحنا إيش عملنا علشان نتغلب على مشكلة اللايف تايم للسورس هذا؟ قال والله حطينا شوية أيودين، حطينا مع التنجستون شوية إيه؟ أيودين. يعني في عندنا تنجستون فيلمين وحطينا كريستال من الأيودين. إيش اللي بيحصل؟ ليش هو سألنا حالنا سؤال ليش اللمبة بتخرب؟ قال لأنه الفيلمنت بتنقطع. طب ليش الفيلمنت بتنقطع؟ قال لأنه حرارتها بتوصل حوالي 3000 درجة، ولما توصل حرارة 3000 درجة بعض ذرات التنجستون إيش مالها؟ بحصلها فابورايزيشن. بعض ذرات التنجستون بحصلها فابورايزيشن فبتوقع عن الفيلمنت مرة مرتين ثلاثة أربعة عشرة مية ألف. إيش بحصل الفيلمنت إيش مالها؟ بتضعف المنطقة فإيه؟ فبتنكسر. قلنا طب لما نحط أيودين إيش بحصل؟ قال الفابورايز تنجستون مع الأيودين اللي طبعا بيكون فيبر في اللمبة بتحول للتنجستون أيودين. هذا عبارة عن فولاتيل كامباوند. فولاتيل كامباوند بيملأ السفير حوالين التنجستون فيلمنت وبالتالي بيمنع يعني عملية زي الإكوليبريم بيمنع الفابورايزيشن للتنجستون. هذا حاجة. وفي حالة ما إنه حصل فابورايزيشن للتنجستون نعم بتفاعل مع الأيودين بكون تنجستون أيودايد، لكن برضو فيه كمان فرصة مشابهة لهذه الفرصة بالضبط إنه التنجستون أيودايد اللي هو فيبر لما يلامس الفيلمنت إيش يحصل؟ يحصل له ديبوزيشن على الفيلمنت ويطلع الأيودين والتنجستون هو اللي يحصل له إيه؟ ديبوزيشن على الفيلمنت تاني، وبالتالي الفيلمنت عمرها بيطول بشكل كبير. لاحظنا حاجة كتير ممتازة بالنسبة لشغلنا. لاحظنا انه لما نستخدم الأيودين عمر اللمبة بيطول. هذا حاجة. والحاجة الثانية بدل ما تشتغل من 350 لمثلا ل 2500 لا بتصير تشتغل من أقل من 350، يعني يمكن من 330 نانومتر أو أقل كمان، يمكن 320 نانومتر. يعني إيه؟ كمان راحت ناحية اليو في، يعني خلت اللور ليمت للجهاز إيش ماله؟ أقل. خلت الإكستريم إيش ماله؟ أقل. وبالتالي بتحسن من أداء الجهاز بشكل كبير. آخر نوع من أنواع اللمبات آخر نوع من أنواع اللمبات حد بيقولها يو زينون آرك لام. دقيقة واحدة يا بنات. زينون آرك لام هذا عبارة عن هاي اللمبة في عندي زينون داخلها أت هاي براشر. شفناها سابقا لما يكون زينون أت هاي براشر بيعطيني أتوميك لاين برودينينج، بيعطيني برود باند من 200 ل 1000. إذا ليش أستخدم ديوتيريوم أو أستخدم تنجستون؟ طب ما بستخدم زينون أرقام من 200 ل 1000. بنقول لا، في الحقيقة صح هذه بتعطيني من 200 ل 1000، لكن الأوتبوت تبعها قوي جدا. الأوتبوت تبعها very intense بحيث إنه لو سقط على العينة ممكن جدا إنه ما شوفش امتصاص العينة لأنه العينة هتمتص جزء. لكن هذا يعني كمية كبيرة جدا ساقطة على العينة، لما يمتص جزء بسيط جدا منه مش راح أقدر أقيس الامتصاص بشكل منيح. عشان هيك الزينون آرك لامبس موجودة بتعطيني الفول رينج للجهاز، لكن للأسف وهذا حنستخدمها كميزة في المستقبل، للأسف الانتنسيتي قوية جدا وبالتالي قياس الامتصاص بيكون صعب. طيب بنكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله، والحصة الجاية بنكمل.